معانا اتصال تليفوني، معانا اسماء. الو، اهلا يا اسماء، ازيك؟ ازيك؟ عامله ايه؟ الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله زي الفل. حقيقي قوليلي موضوع جميل جدا النهارده. بجد الاصحاب بيفرقوا معاكي قوي يا اسماء؟ جدا. انا بالنسبه لي في حياتي اهم حاجه هي العيله، بس بالنسبه لي كمان انه صحابي هم العيله اللي انا اخترتها. بالظبط، برافو عليكي، ده اختيارك. فبتبقى اللي هو يعني عيلتك انت كده كده مضطره لها عادي خلاص. عيلتي انا ما اخترتش بنت خالي ولا بنت عمي ولا اختي ولا اي حاجه، ده ما يمنعش ان احنا بنحبهم وممكن يبقوا هم كمان اصحابنا، بس اصحابك فعلا اختيارك. بس فعلا صحابك انت مسؤوله عن الموضوع من اوله لاخره. انت من النوع اللي بيحكي كل حاجه لاصحابك؟ انا بحكي كل حاجه لكل حاجه، اصل انا ما عنديش اسرار اصلا عموما كتير. فانا عموما لو في حاجه فعلا مهمه بالنسبه لي، عندي واحده صاحبتي مهمه جدا بالنسبه لي ودايما بقول لها اي حاجه وكل حاجه. واحده يعني عندي اكتر الاقرب من واحده ليكي، هو ده اللي بنقوله فعلا، ان في صحاب وفي واحده بس اللي بقولها كل حاجه. هو بدل ما يكون في حد، اصل نادر ما تلاقي حد فعلا هيفهم كل اللي انت عايزه تقوليه ويتقبله. انت عندك اخوات؟ عندي اخ ولد. اخ ولد؟ اوكي. يعني بتحكي له برضه حاجات ولا بتحسي انه برضه مش هيفهمك قوي عشان هو راجل؟ اخويا اصغر مني سنه واحده، علاقتنا مش اللي هي ينفع تتكلموا مع بعض. علاقتنا اقرب للي هو نتخانق مع بعض بس بنحب بعض. انت عندك كام سنه؟ انا دلوقتي 30. يا شيخه، بس انا صوتك، انا افتكرتك هتقولي 19 18. صوتها صغير. 30؟ طب كويس كويس. بصي هبقى مبسوطه، انا مبسوطه بيكي جدا باللي انت قلتيه. حبيتيني خلاص. خلاص 19 سنه ماكسيموم، وحبي دكتور امل كمان عشان هي شبهتك كده. 17 18 يا جماعه مش قادره احكي لكم، رفعت معنوياتي. لا يا حبيبتي، اكيد لازم تبقى معنوياتك مرفوعه دايما. في اي موقف تحبي تحكي لنا عليه حصل منك، كنت شاكه في حد من صحابك او كده، تحبي دكتور امل ترد عليكي فيه؟ لا، انا يعني انا بصراحه فخوره اكتر حاجه بان انا ربنا بيكرمني بصحاب كويسين قوي. الحمد لله، دي نعمه كبيره من ربنا والله العظيم بحقيقي. بس احكي لكم موقف، عندي موقف ايام انا عايشه في اسماعيليه بس نقلت القاهره فتره عشان شغل. اوكي. وكنت كانت شركة كبيرة وكنت مبسوطة قوي في الأول، بس اكتشفت إن يعني أنا مش مناسبة أبدا للشغل ده. اكتشفتي إيه؟ إن مش مناسبة خالص للشغل ده، فكنت دايما depressed ومش أحسن حاجة ومتضايقة. بس I got lucky إن أنا كنت عايشة مع واحدة صاحبتي. في أيام كنت أنا ببقى فيها اللي هو حرفيا أنا بدخل أفتح الباب وانا مع الكربة ومستنية اليوم التاني يجي عشان اروح الشغل عشان ما عايزة اخلص وخلاص، عارفة؟ بس هي اللي كانت بتقومني غصب عني وكانت بتخليني اكل غصب عني. هو ده الصاحب يا اسماء، ربنا يوفقك يا رب ويخليكي دايما قريبة من الناس اللي فعلا تستاهل صداقتك وحبك يا حبيبتي. ميرسي جدا على تليفونك يا اسماء، اهلا بيكي يا حبيبتي، اهلا بيكي. على فكرة هي قالت نقطة فكرتني بحاجة مهمة جدا. قوليلي. مسألة إنك تبقي في بلد ما وتكوني صداقات وتبقي مرتبطة بيهم جدا، وبعدين يجي لظروف شغل جوزك، شغلك، أي حاجة، تنتقلي لحياتك كلها تروح لبلد تانية. في ناس بتتأثر جدا يا دكتور، وخصوصا الولاد في المدارس لما بيبقوا مثلا باباهم الناس اللي في الخارجية. أنا كنت لسه والله العظيم هكمل بقول كده. في ناس بتعرف تحتفظ بصداقات بس يعني مش كتير، ولكن دي حاجة بتعمل أثر نفسي جدا على الناس طبعا، وعلى أولادهم وعلى كل حاجة. يفضل يتنقل من ثقافات مختلفة وحاجات مختلفة قبل ما يعمل صداقة ويبتدي يبنيها. على قد ما بتغذي الثقافات دي بتغذيه، بس هي يعني صدق الصداقة وجع. دي فعلا أنا بقول لما بتبقى موجودة دي ثروة الإنسان الحقيقي. حقيقي. أيوة. فيا رب يرزقنا جميعا الصداقة والصدق في الصداقة. يا سلام. يا سلام عليك يا امل، انا سعيده ان انت معايا في الحلقه دي. ربنا يخليك. طيب احنا معانا ياسر. الو يا ياسر. الو
السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا ببس على الدكتورة أنا ياسر من المنصورة حضرتك. أهلا بيك يا أستاذ ياسر. كان 10 أصدقاء في الجيش في اسكندرية. أوكي. طلعت بصداقتين. جميل. أحمد عبد الخالق وأشرف إبراهيم توفيق. تمام. إحنا أحسن دلوقتي أحسن الإخوات. أيوه طبعًا. أنا شخصيًا عندي أحسن هم من الإخوات. طبعًا ساعات على فكرة ساعات بيبقوا فعلًا أصدقاء قريبين ليك أكتر من إخواتك. أيوه. ما فيش حاجة ما بنحكيهاش لبعضنا. الحمد يعني لله. يعني جايز بنحكي لبعضنا وما نحكيش إحنا متجوزين كلنا. ما نحكيش للمدام بتاعتها. ما هو مش كل حاجة تتحكي للمدام برضو يعني. في حاجات تعمل مشاكل لو حاجتها للمدام. ففي صديق أحسن من الآخر. طبعًا. طبعًا. ونعم الصداقة ونتمنى لك يا رب دايماً إن يكون أصدقائك كده. بصي ناس بتتكلم بفخر عن أصحابها زي. أنا واحدة من الناس فخورة جداً بأصحابي. يعني عندي صداقات وعلاقات وما مش كتير ولكن أنا دول حتى لما بعرفهم للناس بقول دول عيلتي. مش بقول دول ده أصحابي. ده حقيقي. لأنه دي عيلتي اللي أنا اخترتها. يعني دي عيلتي اللي أنا اخترتها. تمام. مش في عيلتي اللي انا ما اخترتهاش. بحبهم كلهم وعلى راسي وبقدرهم وكل حاجه ليهم مكانه في قلبي طبعاً, نوع مختلف عن مكانه صحابي وعيلتي اللي انا اخترتهم انه يبقوا معايا وابقى معاهم ونبقى في ظهر بعض في المواقف الصعبه قبل يعني انا ممكن انا واحده من الناس ما ازعلش لو حد لو مثلا عامله عيد ميلاد ومحدش معين جه يعني هلتمس الف مليون عذر بس انا يهمني يبقى موجود جنبي لو انا متألمه او عندي مشكله عايزه حد يبقى جنبي فيها بالظبط فالصديق بيبقى موجود في ألمك ووجعك قبل فرحك ده حقيقي ده حقيقي ويبقى امين على سرك ويبقى حيادي في النصيحه وما يسخنكيش على ظروفك يعني ياخدك بالراحه كده ياخدك بالراحه ويحاول يلاقي لك حلول من غير ما يحكم عليكي لان هو عارف جوهرك طبعاً. في نوع من الراحة كده يا رب يرزقنا جميعاً النوع ده من الراحة في الصداقات بتاعتنا يا رب يا رب طب ممكن بقى بعد إذنك يا رأي دكتورة أمل تاخد التليفون الجاي حاضر يلا هناء معاكي على التليفون يا دكتور أهلا يا هناء اشتغلي مذيعة بقى معايا شوية لا أنا طول سلام عليكم لسه أنت طيبة يا دكتورة أهلا بيك يا هناء أنا بحب اللقاء بتاعك قوي عشان توشك بشوش أنت ومدام مها ربنا يبارك أنا كنت مكلمة مدام مها من شهر وتعاطفت معايا جدا وعيطت على الشاشه يا حبيبتي لما كنت انا مخنوقه وقالت لي هتصل عليكي ومتصل على مدام مها بالاخص اقول لكم صمت يوم نسبه رجب يا حبيبتي وربنا يبلغنا طيبة. رمضان ربنا لان الصداقه دي حاجه كبيره انا طبعا. زي ما حكيت لك قصتي وقلت لك انا موحوده ماليش حاجه وكنت اتمنى انت تتصل عليا عشان كنت عايزه ما تخلينيش اعيط تاني هتعيط تاني اوعي هعيط تاني انا لما اعيط وهنبوظ الميك اب وهتبقى حالتنا حالي فانا قناه المحور دي الصديقه الاولى ليا لان انا بفضفض معاها لان في حاجات الواحد ما يقدرش يحكيها لحد وانا ليا صديقه واحده في حياتي فعلا من 30 سنه لان انا واحده كبيره يمكن بتطبطب عليا اكتر من اهلي بتطبطب عليا من اي حد يا حبيبتي ربنا يخليها لك ايام ما جالي تعب كورونا أوه. سبحان الله جالها هي نفس التعب وربنا نجانا احنا الاثنين مع بعض الحمد لله وبقينا احنا اللي بنسال على بعض ونطبطب على بعض وبتمنى يا مدام مها قصاد وشك وانت نهاريها تعاطفتي معايا جامد عن الاستاذه اللي كنت مستضيفاها وحياه الحنيه اللي ربنا زرعها في قلبك اتصل عليا حاضر يا حبيبتي تاني هتصل تاني وتالت ورابع وعاشر حاضر عينيا الاثنين والنبي يا جماعه معلش التليفون تاني خدوا التليفون تاني بعد اذنكم حاضر يا حبيبتي عينيا الاثنين والدكتوره دي الله اكبر عليها بتريح الناس طبعا بتتعاطف مع الناس الحالات اللي هي طبعا موضوع الزيجات اللي الطلقات اللي انتشرت دي بقت حاجه فظيعه وانت بتطبطبي على الجرح فعلا دي حقيقه وانت شخصيتك بحس ان شخصيتك قويه عايزين البيوت تعمر يا حبيبه قلبي ايوه وعايزاك انت تملي عنصر المراه لان البنات دلوقتي ما تقوليش الرجاله لا لا مهما تعمل مش هتوصل لمكر الرجاله الست تترمي والنبي كده بصي الرجاله فيهم مكرين والستات فيهم مكرين والرجاله فيهم طيبين والستات فيهم طيبين ولا تقدري تعممي حاجه في الدنيا المهم ان احنا في الاخر نطبطب على بعض ازاي اللي يلاقي حد يقدر يطبطب عليه طبطب عليه جبر كده. الخواطر بالزبط. الحنيه ده شهر جبر الخواطر ارجوكم ممكن تاخدوا بس تليفونها ميرسي تسلموا لي يا رب شكرا يا هناء جميله قوي قوي